الخامسة مساء الثالثة بتوقيت جرينتش، نشر إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع هشام أبتواب. أهلا بك هشام. أهلا بك ميرفت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا. وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي سيشهد التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. هذا وتتسم علاقات التعاون بين مصر وهولندا في العديد من المجالات بأنها علاقات وثيقة يرافقها تنسيق بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط، كما تجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية متميزة. للمزيد عن تلك المسارات نتابعه في العرض التالي والزميل كريم الخولي. مشاهدينا أهلا بحضرتكم. علاقات وثيقة تجمع بين مصر وهولندا، قائمة على أرضية من التعاون المشترك لسنوات طويلة، سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي. على الصعيد السياسي تتسم العلاقات المصرية الهولندية بالاستقرار، حيث تتفق القاهرة وأمستردام في معظم المواقف السياسية بما في ذلك قضايا الشرق الأوسط، وظهر ذلك جليا خلال الاتصالات الأخيرة التي تلقاها الرئيس السيسي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، وذلك لبحث الأزمة في قطاع غزة والتي تم خلالها الإشادة بالجهود المصرية لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار. ولدور مصر البارز في دعم القضية الفلسطينية جاءت زيارة وزيرة الخارجية الهولندية إلى القاهرة، حيث التقت وزير الخارجية سامح شكري وأكدت دور مصر الحيوي في المنطقة، فضلا عن دورها الهام في منع التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. ملف تغير المناخ يعتبر أيضا من أبرز الملفات للتعاون بين البلدين، إذ كان للرئيس السيسي لقاء مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا، وذلك على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو عام 2021. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتجمع مصر وهولندا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة، إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 2 مليار يورو، وتأتي الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية موزعة على 752 مشروعا. وتحتل هولندا المرتبة السادسة على مستوى العالم في قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث تتوجه الاستثمارات الهولندية في مصر إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز مجالات التعاون بين مصر وهولندا. شكرا لكم على طيب المتابعة. علاقات وثيقة تجمع بين مصر وهولندا، قائمة على أرضية من التعاون المشترك سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي. المزيد عن تلك العلاقات نتابعها في التقرير التالي. العلاقات بين مصر وهولندا تتصف بالاستقرار والثبات، حيث يتفق البلدان في معظم المواقف السياسية وحول معالجة الأزمات الإقليمية، وعلى هامش قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو 2021. كان لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء هولندا مارك روتا، حيث بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجاري والسياحة والهجرة، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المرتبطة بأنظمة الري والزراعة، وكذا في مجال إدارة الموانئ وتعزيز التعاون القائم بين قناة السويس وميناء روتردام، ومناقشة إمكانية توطين الاستثمارات الهولندية في مصر، فيما عبر رئيس وزراء هولندا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومطلع هذا الشهر
كانت زيارة وزيرة خارجية هولندا إلى مصر، حيث بحثت مع وزير الخارجية سامح شكري العلاقات الثنائية الوطيدة والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الهيدروجين الأخضر. فيما أوضحت الوزيرة الهولندية أن مصر تعد وجهة التصدير الخامسة لبلادها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا بحجم تجارة يبلغ نحو 2 مليار يورو. وحول التصعيد في الأراضي المحتلة، أشادت الوزيرة الهولندية بالدور المحوري والبناء للقاهرة في أزمة غزة، علاوة على جهودها في تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما أعربت وزيرة خارجية هولندا عن اتفاق بلادها مع وجهة النظر المصرية الرافضة لسياسات العقاب الجماعية أو الهادف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة استمرار دعم أمستردام للمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة. بذلت مصر ولا تزال جهودا حثيثة لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للأشقاء في فلسطين، وقد ظهرت تلك المساعي الصادقة خلال التصعيد العسكري الجاري في قطاع غزة. كانت ولا تزال القضية الفلسطينية على قمة أولويات الدولة المصرية، حيث تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري، ويعد موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابتا لا يتغير منذ عقود، حيث تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جليا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. فمنذ اللحظة كانت مصر حاضرة وبقوة على خط الأزمة، حيث انخرط الرئيس السيسي في اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء العالم، دعا خلالها كافة الأطراف إلى دعم التهدئة وتغليب صوت العقل والحكمة والحفاظ على حياة المدنيين باعتباره أولوية قصوى. كما تضمنت الاتصالات الرئاسية بزعماء العالم التأكيد على ضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مع تأكيد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير. تزامنت تلك المساعي مع دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام، والتي استضافتها العاصمة الإدارية بحضور دولي رفيع المستوى. وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام القمة بمثابة خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووقف العنف الدائر في قطاع غزة. ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فورا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لأعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على المستوى الإنساني، سارعت مصر كعادتها إلى تقديم يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، وخصصت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية المقدمة من الجهات الراغبة في إغاثة سكان قطاع غزة، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة. كما قررت مصر استقبال عدد من المرضى من سكان قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وهي الخطوة التي لاقت إشادة وترحيبا دوليا واسعا، وكشفت عن صدق عمق العلاقات بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق. واستكمالا لمسيرتها في دعم الأشقاء الفلسطينيين، شاركت مصر في تحالف دولي لإسقاط مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. تزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن جسر جوي لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات على شمال غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء. يأتي ذلك مع استمرار مصر فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع، وذلك انطلاقا من جهودها الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. بناء على القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة المؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،
فقد اجتمعت اللجنة برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، حيث ناقشت اللجنة آليات العمل اللازمة للبدء في تنفيذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف وفقا لما نص عليه القانون. وبدأت اللجنة في إعداد مقترح لائحة النظام الأساسي للتحالف وغيرها من اللوائح التنظيمية، كما تقدم أعضاء اللجنة بالشكر والتقدير للرئيس السيسي، وذلك على ثقته الغالية في التحالف وتطلعهم في تطوير منظومة العمل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أشار مدبولي للبناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة بما يسهم في استعادة الثقة الكاملة، كما استعرض عددا من المؤشرات الإيجابية وفقا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي، والتي تضمنت عودة تحويلات المصريين بالخارج تدريجيا لمعدلاتها، كما كانت قد بدأت البنوك ومكاتب الصرافة في استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه المصري، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار. وقد لفت رئيس الوزراء إلى التقارير الإيجابية حول الاقتصاد المصري والتي تصدرت في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، بما يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة من هذه المؤسسة والتي تعد الأهم عالميا في هذا المجال. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأرداب القمح 23 قيراطا ونصف. القرار يأتي دعما للمزارعين، حيث أنه سبقت الموافقة على سعر استرشادي 1600 جنيه للأرداب، ولكن وافقت الحكومة على هذه الزيادة اليوم دعما للمزارع المصري. وافق مجلس الوزراء على مشروع زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية للحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم، وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة. كما وافق المجلس على التعديل الثالث لاتفاق تمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد مصر، والذي يهدف إلى مد أجل الاتفاق بدون تكلفة حتى نهاية أكتوبر المقبل، والاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر بهدف توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة، حيث تتوافق هذه المساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. أكد وزير الخارجية سامح شكري اهتمام مصر بجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، خاصة في المجالات التي يتملك الجانب الكوري فيها خبرات واسعة وتلبي الاحتياجات المصرية، مستعرضا في هذا السياق الفرص والتسهيلات التي تتيحها مصر لتعزيز مناخ الاستثمار. وخلال اتصال مع وزير خارجية كوريا الجنوبية جو تي يول للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، أعرب شكري عن التطلع نحو العمل المشترك لتطوير العلاقات بين البلدين. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن شكري أشاد بموقف كوريا الجنوبية بالتصويت لصالح مشروع القرار العربي الأخير بمجلس الأمن حول التطورات في قطاع غزة واستمرارها في تمويل الأونروا وتقديمها الدعم لجهود الإغاثة الدولية، معربا عن تعويل مصر على الدور الذي يمكن أن تقوم به كوريا الجنوبية للتوصل للوقف الكامل لإطلاق النار والإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة. ومن جانبه أشاد وزير خارجية كوريا الجنوبية بالجهود المصرية الحثيثة لوقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات لأهالي القطاع. تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا بصورة حثيثة التحقيقات الخاصة بحادث مقتل 3 من الرهبان المصريين داخل دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف التابع للكنيسة الأرثوذكسية القبطية بجنوب أفريقيا. هذا وقام السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في بريتوريا وأعضاء السفارة بالانتقال بصورة فورية إلى موقع الحادث،
كما حرص السفير المصري على التواصل مع شعب الكنيسة بمقر الدير لتقديم واجب العزاء والتأكيد على متابعة السفارة الحثيثة لمجريات التحقيق بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وهوية الجناة ومحاسبتهم. استشهد 15 فلسطينيا بينهم امرأتان وسبعة أطفال وأصيب العشرات في قصف الاحتلال مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرين بجروح. كما قصف الاحتلال منزلا لعائلة عزام في حي الزيتون ما أدى إلى ارتقاء ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال وامرأتان. كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال حي تل الهوى بقطاع غزة. كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية تكبد خسائر في الإنتاج تقدر بقيمة 2,300,000,000 دولار خلال الشهور الأربعة بسبب الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. يواصل الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر كبيرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي امتد إلى الضفة الغربية، إذ أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن الاقتصاد تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها ب2,300,000,000 دولار. وأوضح الإحصاء الفلسطيني أن هناك توقفا شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة وتراجعا غير مسبوق في الضفة الغربية، لافتا إلى أن غالبية العمالة في قطاع غزة التي تقدر بأكثر من 153,000 عامل تعطلت باستثناء العاملين في قطاعات الصحة والإغاثة الإنسانية. وشهد الاقتصاد الفلسطيني ركودا خاصة في قطاع غزة، وذلك بسبب عدوان الاحتلال المتكرر الذي شهده القطاع عبر السنوات السابقة، إضافة إلى الحصار الخانق الذي يفرضه على القطاع. ولكن لا شك أن عدوان الاحتلال هذا ليس كسابقه، لما يشمله من تدمير ممنهج لكل وسائل الحياة بجميع قطاعاتها، ما أدى إلى شلل في حركة الاقتصاد في كامل القطاع، خاصة بعد تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية التي لا يمكن حصرها حتى اللحظة بسبب القصف العنيف المتواصل على قطاع غزة. التقديرات الأولية أشارت إلى أن إنتاج القطاعات الاقتصادية في الضفة الغربية فقد نحو 27% مقارنة مع المعدل الطبيعي للإنتاج بخسارة تقدر بنحو 1,500,000,000 دولار، كما خسر قطاع غزة 86% من إنتاجه الطبيعي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلبا على الإيرادات العامة في فلسطين. ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة بنحو 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%. لذا يتأثر الاقتصاد الكلي الفلسطيني بصورة كبيرة بالشلل الذي أصاب الحركة الاقتصادية، بينما لم تتوقف بشكل تام قطاعات الصحة والمخابز وجزء من قطاع التجارة الداخلية لسد احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء. هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة الغربية أيضا، حيث تسبب تجديد الخناق على محافظات الضفة وقطع التواصل بينها في عرقلة وصول البضائع من الخارج، ومنع وصول الفلسطينيين إلى مدن الضفة، ومنع وصول العمال للعمل في الداخل المحتل، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أجزاء من العائدات الضريبية على مدار العام تجاوزت 2 مليار شيكل، وكان آخرها اقتطاع الجزء المتعلق برواتب موظفي قطاع غزة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول خسائر الإنتاج التي تعرض لها قطاع غزة والذي امتد إلى الضفة الغربية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى جنين الحكومي بشمال الضفة الغربية المحتلة،
وحسب ما أفادت إدارة المستشفى فقد تم إطلاق النار باتجاه مجموعة من الشبان كانوا في باحة المستشفى، مشيرة إلى أن قناصة الاحتلال بدأت بإطلاق النار عليهم دون أن تحدث أو تحدث أي مواجهات. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الثالوث النووي الروسي وهو الأسلحة البرية والبحرية والجوية أكثر تقدما وحداثة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وقال بوتين إن إرسال جنود من الحلف الأطلسي إلى أوكرانيا لن يغير شيئا على أرض المعركة، وإنه إذا أرسل حلفاء أوكرانيا قوات مساعدة لأوكرانيا فإن ذلك لن يغير نتيجة النزاع. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الدعوات لإعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى سيطرة أوكرانيا أو فرض رقابة دولية عليها تعتبر محاولة للتعدي على وحدة أراضي روسيا. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل تعزيز حماية محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بطريقة تمنع كييف من انتهاكها. أعلنت الدنمارك أنها ستزيد إنفاقها الدفاعي بمقدار 5 مليارات و430 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر الاستثمار في تعزيز قدراتها العسكرية وتمديد فترة الخدمة العسكرية وتقديم دعم إضافي لأوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان إن الحكومة تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار و500 مليون كورونا بين 2024 و2028. وقد صرحت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الميزانية الإجمالية للدفاع بما فيها المساعدات إلى أوكرانيا ستشكل هذا العام وفي 2025 ما يوازي 2.4% من إجمالي الناتج المحلي للدنمارك. اقتصاديا، ارتفع التضخم الأمريكي الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 4% ليؤكد رسوخه وسط توقعات بأن يبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير. المزيد نتابعه في هذا التقرير. رغم الجهود المضنية للولايات المتحدة من أجل احتواء التضخم، فإن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تجاوز التوقعات خلال فبراير الماضي للشهر الثاني على التوالي. وارتفع التضخم الأمريكي الأساسي الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 4% على أساس شهري ليؤكد رسوخه وسط توقعات بأن يبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي. أما على أساس سنوي فارتفع المؤشر بنسبة 3.8% في الوقت نفسه. أظهرت استطلاعات الرأي أن الكثير من الأمريكيين يوجهون اللوم للرئيس بايدن بسبب الارتفاع في أسعار المستهلكين الذي بدأ في 2021. فعلى الرغم من تخفيف الضغوط التضخمية بشكل كبير، فإن متوسط الأسعار لا يزال أعلى بكثير من سنوات مضت. كان التضخم الإجمالي الأمريكي قد انخفض من ذروته البالغة 9.1% في يونيو 2022، على الرغم من أنه يتراجع الآن بشكل أبطأ مما كان عليه في الربيع والصيف الماضيين. ورغم الأرقام المرتفعة لشهر فبراير، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يستمر التضخم في الانخفاض ببطء هذا العام. ومع ارتفاع التضخم الأمريكي الأساسي تبددت آمال خفض الفائدة باجتماع الفيدرالي المقبل.
وخلال مارس الجاري أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لأعضاء الكونغرس بأن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية. وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تعطي الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق 2% قبل خفض سعر الفائدة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنا معكم في هذه النشرة الزميلة ميرفت المليجي وأنا هشام عبد التواب. إلى اللقاء.